المكان هنا خطير وأخاف أن تشردوا مني في الليل. ما كان يجب أن نتأخر هكذا. لماذا كل هذا النباح؟ ماذا وجدت؟ انتظر، لا تقترب من هذا الثعلب. سأعرف إن كان ميتا أم أنها حيلة من حيلي. ابتعد أيها الماكر، إنها طريقته في الصيد، يتظاهر بالموت فتأمن الفرائس وتقترب منه فينقض عليها. أسلوب غير شريف للحصول على الطعام، يذكرني بما فعله أصحاب السبت من جرم كبير. بالطبع لا تعرفون قصتهم، سأرويها لكم حتى تمضي ساعات هذا الليل الموحش. انتبه لنفسك يا زوجي العزيز. لا تخشي شيئا يا أيديل، إن حياتنا وأرزاقنا بيد الله وحده، رب موسى وهارون عليهما السلام. الرياح شديدة اليوم والأمواج عالية، لماذا لا تؤخر الصيد يوما أو يومين؟ علينا أن نسعى حتى يكفئنا الله، ثم إن الأمواج العالية تعني صيدا وفيرا من الحيتان والأسماك. سمحون، خذ هذا الطعام معك. لا، معي ما يكفيني في الرحلة، كلي أنت بالهناء والشفاء. استيقظ يا ميمون، استيقظ، لقد أبحر مركب سمحون وسيصيد الحيتان قبلك. اتركيني يا حلاس، أريد أن أنام قليلا. لا تكن كسولا يا رجل، لا تكن كسولا، لقد فرغ الطعام من بيتنا، يجب أن تعود بصيد وفير. ها؟ بصيد وفير. سوف تكون أكبر الأسماك من نصيبي، وستعرفين قيمة زوجك ميمون شيخ الصيادين وكبيرهم في قرية آيلة. عندما تعود بالأسماك الكبيرة ونبيعها، أريد أن أشتري حليا جديدة أتزين بها. ها؟ ألا يكفيك كل هذا الذهب؟ أين ذهب السمك يا عمون؟ لا أدري يا كبير الصيادين، ربما نحتاج إلى أن نبتعد أكثر في عرض البحر. أكثر من هذا؟ إنني لا أرى الشاطئ، هل أنتم متأكدون أن الشباك سليمة؟ فحصتها بنفسي قبل الإبحار. وما المشكلة إذن؟ ربما صاد سمحون السمك كله. اقتربوا من قاربه لنرى كيف تسير معه الأمور. العاصفة تشتد، أقترح أن نعود إلى الشاطئ. قلت اقترب من قارب سمحون، نفذ الأمر. اتجهوا شمالا إلى قارب سمحون، اتجهوا شمالا. كيف لا تظهر سمكة واحدة؟ هذه إرادة الله يا شمحون يا أخي، على الصياد أن يبذل الجهد، أما الصيد نفسه فهو رزق من الله. نحن لا نفعل شيئا يوم السبت كما تأمرنا شريعتنا، فلماذا يعاقبنا الله؟ هذا سؤال لا يليق، الله يمتحن عباده بالخير والشر أيضا،
إنه امتحان الصبر، ويجب أن تكون شاكرا في كل الأحوال. لماذا يقترب منا قارب ميمون هكذا؟ لعله يحتاج إلى مساعدة. مرحبا بك يا شيخ الصيادين. أتسخر مني؟ إنني لم أصد شيئا. وأنا مثلك. لا أصدقك. أنا لا أكذب يا أخي، العاصفة شديدة، هل نعود إلى القرية؟ عد أنت، لن أرجع إلا بصيد وفير. قل إن شاء الله يا ميمون. أهلا بك يا حلاس في كوخي المتواضع. لن أطيل عليك في الكلام يا أختي. أنا أحتاج في الحقيقة إلى قليل من المال. تعرفين ظروف القرية يا أختي، لقد عادت كل مراكب الصيادين خاوية، الكل يعاني نفس الأزمة. أعرف، ولكن أولادي جوعى. إن لدينا طعاما يمكن أن نقتسمه. هل أنت جدة؟ بالتأكيد، نحن جيران وأبناء قرية واحدة، ويجب أن نتكاتف في الظروف الصعبة. سوف أرد لك قيمة هذا الطعام وأجزل لك العطاء عندما ينجح زوجي شيخ الصيادين في اقتناص أكبر الحيتان. ألا تفكرين في بيع قطعة من حليك إلى أن تنفرج الأزمة؟ ما هذا التدخل في شؤون الآخرين؟ ها؟ الحسد رذيلة يا أختي، فتوبي إلى الله. هذا نار في يوم السبت. وما المانع؟ هذا حرام، تنهانا شريعة التوراة عن إشعال النار في يوم السبت. ولكن البرد شديد، تكاد أطرافنا تتجمد من البرودة. هيا لنذهب إلى المعبد حيث دفء القلب بالصلاة والتضرع إلى الله. لن أترك هذا المكان الدافئ. أنت لست قائد مركبي لتأمرني يا سمحون، يأمرني فقط شيخ الصيادين ميمون. كما تحب. وأنت يا شمخون، قدماي تيبست من البرد يا سيدي، لا أستطيع النهوض، سامحني. ليسامحكم الله. أما أنا فسأذهب إلى المعبد وأدعو ربي أن يزيح عنا البلاء ولا يعاقبنا بما يفعل السفهاء منا. ميمون يا ميمون، هل ستمضي حياتك كلها نائما؟ اليوم السبت يوم التوقف عن العمل، لماذا توقظينني؟ الرجال سيذهبون جميعا إلى المعبد للصلاة طالبا للرزق. أنا أتعبد هنا وأنا نائم. معك حق، نوم الظالم عبادة. هل قلت شيئا؟ أنا؟ لا، كنت أدعو لك بسعة الرزق. بدلا من الدعاء عدي لنا طعام الإفطار. من أين؟ لا يوجد في بيتنا كسرة خبز. توجد بعض الكسرات في بيوت الجيران، لقد تسولت منهن جميعا، أصبحن يغلقن الأبواب في وجهي كلما رأينني قادمة. انظر انظر يا شمخون، انظر. لا أصدق، ما كل هذه الأسماك؟ إنها تكفي لإطعام قرية عاما بأكمله. هيا بنا هيا بنا لنصيدها. هل جننت؟ اليوم هو السبت أيها الأحمق، ممنوع علينا الصيد في يوم السبت. نعم نعم تذكرت، ولكنها فرصة. وماذا سنقول لرب موسى عندما نلقاه؟ كنا ننتهز الفرصة. إننا جوع وفقراء، فقراء، ولن يغضب الله إذا نزلنا إلى الصيد في يوم التحريم. هل تظن ذلك؟ ما رأيك أنت؟ اتقوا الله، ألا يكفيكم ما نحن فيه من ابتلاء؟
سنصيد في صباح الغد بإذن الله كما تأمر الشريعة. ما أجمل المنظر في هذا المكان. رغم أن المياه ليست شديدة العمق ولكنني أرتاح أنا أيضا هنا. ترى لماذا؟ لا أدري، أجد نفسي أتحرك إلى هنا في ليلة السبت وذيلي يدفع الماء بسرعة وشوق كأنني ذاهبة إلى حفل عشاء. وأنا أيضا، وبعد أن ينتهي يوم السبت أجدني قد كرهت المكان وأحاول الفرار منه بأقصى سرعة إلى أعماق المحيط. نفس ما يحدث لي بالضبط، هل لديك تفسير؟ لا، ولماذا أبحث عن تفسير؟ لقد تعودت أن أفعل ما يحلو لي دون معرفة الأسباب. معك حق، التفكير يضر الصحة. هيا بنا نبتعد، الشمس تسقط في الماء. أين ذهبت الأسماك؟ وأين ذهبت الأنواع الضخمة؟ لقد كنا نراها بأعيننا وهي تقفز في الماء. لا أفهم كيف تختفي كل هذه الأسماك في لمح البصر. هل نتوغل في داخل البحر أكثر يا سيدي؟ لا فائدة، فلنعد، هيا بنا. لقد اجتمعنا اليوم لنبحث هذه الظاهرة الخطيرة، ظاهرة اختفاء السمك. إن الشباك تعود من البحر وهي مبتلة بالماء المالح، ولا سمك هناك. أحسنت التعبير يا سيدي. إن الشتاء في هذا العام شديد البرودة، فمن أين نطعم أنفسنا وأبناءنا؟ الأسماك تتصرف كما لو كانت تغيظنا، إنها تظهر في اليوم الذي تعرف أن الصيد محرم فيه ثم تختفي بقية أيام الأسبوع. هذا صحيح يا رجال، إن الأسماك تتحدانا. اسمعوني يا أبناء قرية أيلة، إن الله يمتحننا بما يحدث، فلنصبر ولنجتهد في الخروج إلى البحر ولنستمر في محاولات الصيد. من يدري، عسى الله أن يرفع عنا البلاء ويوسع في أرزاقنا. هذا استسلام يا سمحون، إن الأسماك تمكر بنا وتتعامل معنا بأكبر قدر من الغدر والخديعة، ولن نتركها تعبث بنا بعد اليوم. ما معنى هذا الكلام؟ سوف نرى، سوف نرى. لماذا جمعتنا يا شيخ الصيادين؟ حتى نحزم أمرنا ونحل مشكلة الطعام. كيف؟ هل هذا بإمكاننا؟ نعم، بإمكاننا فعل الكثير. اسمعوني جيدا، إن الأسماك تمكر بنا، فلماذا لا نمكر بها نحن أيضا؟ معذرة، لا أفهم قصدك. سنلقي شباكنا في البحر يوم السبت فتمتلئ بالحيتان. لكن الصيد محرم يوم السبت. لا تقاطعني أيها الأحمق، قلت سنلقي بالشباك فقط في يوم السبت لنحجز الأسماك، وعندما يبزغ فجر يوم الأحد نغلق الشباك على الأسماك قبل أن تتسرب إلى البحر. وبهذا نكون قد وفينا بتعاليم شريعتنا التي تحرم الصيد يوم السبت، وفي نفس الوقت نكون قد أنقذنا أنفسنا وأولادنا من الجوع. رأي عظيم، ولكننا سنحتاج إلى عدد كبير من الرجال لنصيد أكبر كمية من الأسماك. إياك أن تفكر في الاستعانة برجال سمحون. شمخون وباقي الرجال ولاؤهم لمن يطعمهم، المهم متى نبدأ التنفيذ. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت
إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. كان تحريم الصيد في يوم السبت نصا صريحا واضحا في شريعة أصحاب السبت، لكنهم تحايلوا عليه، قالوا سنلقي الشباك في يوم السبت ونحبس فيه السمك ثم نسحبها من الماء في يوم الأحد، يظنون أنهم يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. سنرى أين قادهم هذا التدبير وكيف كانت عاقبة أمرهم غدا إن شاء الله.